اليوم كنستقبلوا القافله الوطنيه للصحراء المغربيه في محطتها الرابعه بمدينه طنجه. هي فرصه اردت من خلالها المندوبيه العامه اعطاء الفرصه لجميع السجناء من اجل ابراز مؤهلاتهم فيما يتعلق بالدفاع عنهم عن الوحده الترابيه والصحراء المغربيه من خلال مجموعه من الاوراش والانشطه سواء الرياضيه او الرسم او الثقافيه، وكذلك من خلال مشاركتهم في مجموعه من الندوات التي يؤطرها اساتذه جامعيون فيما يتعلق بقيم المواطنه والوحده الترابيه. هذه كيتضح بان السجناء عندهم واحد الطاقه كبيره وواحد التعلق بالوطن ديالهم وواحد الروح الوطنيه اللي برزوها سواء من خلال ذاك الفقرات الغنائيه او من خلال المسرحيه اللي طلعتوا عليها. كيبان بان الاسوار ديال السجن ما منعش السجناء من المواطنه ديالهم، من الوطنيه ديالهم، وهذه فرصه كنشكر فيها السيد المندوب العام اللي عطى الفرصه للسجناء انه يرفعوا الصوت ديالهم عالي ويصدعوا بالوطنيه ديالهم وبانهم مواطنين ومتشبتين بالوحده الترابيه وبالوطنيه ديالهم. في اطار البرامج النوعيه اللي كتقوم بها المندوبيه العامه لاداره السجون واعاده الادماج، وكذلك في اطار الانشطه الاشعاعيه والانشطه التفاعليه مع المجتمع المغربي، تفاعلت المندوبيه العامه لاداره السجون واعاده الادماج ونظمت واحد القافله، هي القافله الاولى من نوعها، يعني قافله نوعيه، القافله الوطنيه للصحراء المغربيه بالمؤسسات السجنيه. غادي نجوبوا فيها تقريبا 20 مؤسسه سجنيه تغطي مختلف جهات المملكه المغربيه. يكون فيها مجموعه من الانشطه الثقافيه والفنيه والاجتماعيه والرياضيه والتاريخيه والندوات الفكريه الى غير ذلك، وكذلك الرياضيه. الهدف منها هو فتح واحد النافذه للسجناء، وكما سماهم صاحب الجلاله فهم مواطنين سجناء، يعني مواطنين قبل ان يكونوا سجناء، وتم مغاربه وتم من حقهم انهم يدافعوا على القضيه الوطنيه الاولى في المملكه المغربيه. تفتحت لهم هذه النافذه هذه باش يعبروا على الانتماء ديالهم، الاعتزاز ديالهم، وكذلك تعلقهم باهداب العرش العلوي المجيد، وكذلك بمغربيه الصحراء. احنا مغاربه، احنا كاملين بحال، سواء مغاربه خارج ارض الوطن او داخل ارض الوطن، سواء داخلنا خارج الاسوار او داخل الاسوار، فهي قضيه الاولى ديال المملكه المغربيه، وحنا كاملين عندنا اجماع مغاربه جميع كيف ما كنا عندنا اجماع على وحدتنا الترابيه الوطنيه، وهذه قضيتنا الاولى. وكما قلت سابقا فهذه نافذه للسجناء باش يعبروا على التعلق ديالهم بالوطن ديالهم، وكذلك بحمايه كجنود منخرطين في الحمايه الحدود ووحدتنا الترابيه الوطنيه. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.